بعد الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خلينا نشرح النهاردة الأي بي أدرس. إحنا نبدأ من في الأي بي أدرس من الألف إلى الياء. طبعا المحاضرات دي هنسجلها فكرة ليكو يعني، ونجعلها عمل صالح ونسأل الله أن يتقبل يعني. ربنا يوفقك. الاي بي ادرس انا حريص جدا ان انا ابدا من الاساسيات لغايه اصعب الحاجات تعرفوها، حاجه اسمها الفي ال اس ام. حريص كمان ان انا اسهل المفاهيم والشرح يبقى معظمه بالعربي مع الحفاظ على المصطلحات الانجليزيه زي ما احنا متعودين. خلاص كده؟ طيب. الحقيقه قبل ما ابدا في موضوع الاي بي ادرس محتاج حته صغيره كده اسمها الانظمه العدديه. اسمها ايه؟ الانظمه العدديه. هي السلسله ديت اللي هي الاربع خمس حصص اللي هتاخد معانا الاسبوع ده هتبقى تحت عنوان ايه؟ الاي بي ادرس. ان شاء الله خليك تلعب بيه لعب. وزي ما قلنا مسؤول الشبكه الذكي او الشاطر او الفاهم هو اللي فاهم اي بي ادرس. اللي مش فاهم اي بي ادرس يبقى ما ينفعش. طيب ممتاز. هنبدا بموضوع بنسميه، خليني بس اظبط الدنيا كده، طيب خلينا نجيب سلايد جديده. انا عندي الانظمه العدديه، يعني ايه الانظمه اللي بنعد بيها؟ احنا خلينا نتكلم على الاول النظام العددي اللي انا ماشي بيه، اللي احنا ماشيين بيه في حياتنا، والنظام العددي اللي انا هحتاجه او اللي الكمبيوتر بيفكر بيه اللي هحتاجه عشان افهم الاي بي ادرس بشكل كويس. يبقى دلوقتي انا هشرح ايه؟ مقدمه. ملوش دعوه بالاي بي ادرس، بس المقدمه دي هنحتاجها بعدين. المقدمه دي تحت عنوان ايه؟ الانظمه العدديه. عندي كم نظام عددي؟ عايز اشرحهم، هم كتير، انا عايز اشرح منهم اثنين بس. نظام عددي اسمه ثنائي ونظام عددي اسمه عشري. عشان نفهم الاثنين خلينا نشوف احنا في حياتنا بنعد ازاي. احنا بنستخدم نظام الديسيمال اللي هم بيسموه ايه؟ العشري. وسموه النظام العشري لانه مكون من 10 رموز. كام رمز؟ 10، اللي هم ها ها لغايه 9. هم دول، واحد يقول لي 9 رموز دول 10، من 1 ل 9 9، والصفر يبقى ايه؟ العاشر. ها؟ الصفر ده صحيح ملوش لازمه بس اذا كان على الشمال، اما اذا كان على اليمين يكبر الرقم. ها؟ طيب. طيب. دي هنسميها خانة، خلية، بت، ودي بت، ودي ودي. لما تبدأ تعد هتبدأ تعبي البت بكل الاحتمالات اللي عندك. الاحتمالات كم احتمال هم؟ 10، لأن ده النظام العشري مكون من كام رمز؟ 10. فأنا هاجي على البت أعبيه بكل الاحتمالات اللي عندي. طب بعد ما أخلص كل الاحتمالات اللي عندي، يعني أنا دلوقتي جيت على بت خانة أو خلية عديتها بالاحتمالات العشرة اللي عندي، وهو ده العد، ما انا بعد كده اهي كمبيوتر، يبقى دي 0 1. لو هنفترض ان انا هعد من الصفر 0 1 2 3 4 5 6 9، خلاص عندي رموز ثانيه استخدمها؟ لا، هم 10 رموز بس. طب الحاله دي هعمل ايه؟ بدل ما استخدم واحده بت هستخدم كام بت؟ 2 بت. هحط هنا واحد. واحد يقول لي ليه ما بداتش بالصفر؟ لان احنا لما نيجي واحد يشتم واحد يقول له ايه؟ انت صفر على الشمال، يعني مالكش لازمه، فما ينفعش ابدا بصفر على الشمال. فانا هخلي هنا واحد وهنا، وبعدين يلا واحد واحد ها، وبعدين واحد ها اتنين لغايه، ما هو ده النظام اللي احنا بنعده يا جماعه، 9 10 11 12 ها، احنا بنعد كده. انا بتكلم دلوقتي في النظام اللي احنا شغالين بيه عشان انت تستوعب بعد كده النظام الثنائي. يبقى دلوقتي اسمه النظام الديسيمال لانه مكون من 10 رموز. ابتديت اعد بيهم، خلصوا، اعمل ايه؟ اوقف؟ لا، عندي حاجه عايز اعد اكتر، رقم اكبر، خلاص استخدم بدل واحده بت بتستخدم كام؟ 2، وهكذا. طيب خلصنا واحد، نعمل ايه؟ هتلاحظ ان الخانتين لسه ما خلص، مش اتملوا بكل الاحتمالات، لسه في 2 وبعدين 0 و2 وايه؟ وبعدين 2 وايه؟ لغايه كام يا شباب؟ 2 9. وبعدين ها 29 30، لاحظ 9 10 11 12 13 19 20 21 29 ها لغايه كام؟
90 91 لغاية 99. هتلاحظ ان عندك خانتين في الحالة ديت اتملوا بأكبر احتمال 99. خلاص كل الاحتمالات الممكنة انا عملتها، باقي ايه بقى؟ اعمل خانة تانية 100. هي دي اللي احنا كنا بنقول عليها زمان خانة الاحاد وخانة العشرات وخانة المئة، فاكرين؟ يعني الرقم ده قيمته ب10 والرقم ده قيمته ب100 لانه في خانة المئات، ماشي؟ عموما هي دي طريقة العد اللي احنا كنا شغالين بيها. فيها اشكالية يا شباب؟ انا بشرح الكلام ده ليه؟ خد بالك، انا بشرح الكلام ده عشان اشتغل معاكوا الباينري، طريقة العد الثنائي. طريقة العد الثنائية هي الحقيقة طريقة تفكير جهاز الكمبيوتر، زي ما احنا كنا شرحنا وقلنا ان الكمبيوتر ما بيفهمش غير حاجة من اثنين، زيرو واحد، في كهرباء مفيش كهرباء، هو كجهاز كهربي بس، ها؟ صح كده؟ طيب ممتاز. يبقى اذا هو اسمه النظام الثنائي لانه فيه كام رمز؟ اثنين، صح؟ زي ما قلنا نظام العشر 10 رموز، النظام الثنائي رمزين اللي هم زيرو. طب لو حبيت اعد، ها؟ زيرو بعدين خلاص، وهتقول لي اثنين، ما عندوش، ها؟ احتمالين بس. طب الحل بعد ما الخانه اتملت بكل الاحتمالات، استخدم خانتين 1 0 وبعدين اكمل بقى الاحتمالات 1 1، خلاص مفيش حاجه غير كده. طب الخانتين اتملوا باكبر احتمال، ها يلا 1 0 0، ها 1 0 1، ها 1 1 0، 1 1 1. عدوا كده يا شباب، بص، ها عدوا معايا بصوت عالي، 0 1 2 3 4 5 6. الله الله الله، يبقى شفت الكمبيوتر بيكتب الارقام ازاي؟ بشكل ثنائي مش بشكل عشري. انا لازم افهم الحته دي ليه؟ لان انت عشان تقدر تتعامل مع الاي بي ادرس لازم تفهم النظام العشري كويس والثنائي كويس وازاي تحول بينهم. يعني انا لو كتبت لك الشكل ده، مش ده 3 وحدات؟ على فكره في ملحوظه مهمه، لما بتكتب العدد الثنائي كده، انا لو سبته ما كتبتش حاجه كل الناس هتقراه كام؟ 111. علشان كده بنعمل ايه؟ بنقوم عاملين كده، اذا كان في النظام العشري بقوم كاتب 10، اذا كان في النظام الثنائي يا شباب بقوم كاتب 2. ها فيها اشكاليه كده؟ يبقى ده 7، لكن في النظام ده 7، لكن في النظام العشري ده 111. طب انت عرفت ان ازاي ده 7؟ لازم بقى نتعلم ان انت ازاي تحول العدد من ثنائي العشري ومن عشري الى ثنائي. يا شباب دي جزء من المساله، بعد كده بمجرد النظر المفروض عارف في لمح البصر تكون حولت العدد من ثنائي العشري ومن عشري ثنائي. ها دي خطوه من ضمن خطوات حل المساله. طيب خلينا اعلمكم الطريقه ببساطه خالص. الطريقة بتقول ارسم مستطيل. طريقة ايه؟ ايوه، طريقة التحويل من ثنائي العشر من عشر ثنائي. ارسم مستطيل واقسمه نصين، وكل نص اقسمه نص. اشتغل لي بقى. اقسمه ايه؟ وكل ربع من دول اقسمه نص. بقت 8 خانات. ها؟ واحد يقول لي لازم امشي يعني زي ما انت بتقول كده؟ لا يعني بس عشان يطلع شكله حلو. مره طالب قال لي ايه؟ مش لازم كده يا استاذ. انا اقوم جاي عامله 1 2 3 4 5 6 7 8. ما شاء الله، شايف واحده كبيره واحده صغيره. فانت ايه، معلش اعمله بالطريقه ديت عشان بس يطلع شكله حلو بس. طيب ممتاز. يبقى اول حاجه اعمل ايه؟ المستطيل ده. في اشكاليه في المستطيل؟ وبعدين تعالى اكتب لي هنا 2 اس 0، وهنا 2 اس 1، وهنا 2 اس 2، 2 اس 3، 2 اس 4، 2 اس 5، 2 اس 6، 2 اس 7. على فكره بعد كده مش هنكتبهم، بس انا بشرح لكم ايه اللي هنعديه بعد كده. 2 اس 0 بكام؟ 1. 2 اس 1؟ 4. ممتاز. يبقى المستطيل بتاعنا اول
انا دلوقتي عندي رقم ثنائي عايز احوله لعشري، او رقم عشري عايز احوله لثنائي، اول حاجه اقوم راسم المستطيل ده. في اشكاليه في المستطيل ده؟ كام خانه؟ بعد كده هترسمه في دماغك. ايوه هترسمه هنا، مش هترسمه على السبوره. ماشي، فهم 8 خانات. الخانه الاولانيه فيها 2 اس 0 اللي هي 1، 2 اس 1 اللي هي 2، 2 اس 2 اللي هي 4، 2 اس 3 8، 16، 32، 64، 128. بعد كده يبقى دايما لما تيجي تحول عدد من ثنائي لعشري او من عشري لثنائي ترسم المستطيل ده. نبدا بمين؟ ها تبداوا بمين؟ نحول من عشري لثنائي ولا من ثنائي لعشري؟ خلاص من عشري لثنائي. يلا 5 53 ده رقم ايه؟ انا عايز اشوفه لما اجي اكتب الرقم ده او داخل الكمبيوتر بيتكتب ازاي. ها يلا هعمل ايه؟ بص ابتدي دور على الارقام اللي لو جمعتها يساوي 53. ما هي الارقام من دول اللي لو جمعتها يديك؟ على فكره هي مالهاش الا احتمال واحد، ما تقوليش مش ممكن يطلع احتمالين، يعني مثلا لو جمعت دول زي دول. لا لا لا، هي الاحتمال واحد. بص بص حميدي ما تمشيش من ناحيتي، خليك ماشي باليسار. 128 اكبر من 153 صح؟ 128 اكبر من 53 صح؟ اذا دي مهمله، طالما قيمه مهمله صفر. طب 64 برضه اكبر صح؟ صفر. طب 32 لا دي واحد بقى. طيب 32 و16 كام؟ 48. يبقى لسه اهي بقرب انا اهو، حطيتها واحد. 48 و8 56. لا ما تنفعنيش دي، لان لو خدت ال 8 فوق ال 16 وال 32 هبقى عديت ال 53، انا مش عايز اعدي ال 53 صح كده ولا ايه؟ طيب ممتاز. 4 نرجع تاني، 32 و16 48 و4 مظبوطه يعني؟ اه مش هتتحسب مهمله. ها طيب 4 وبعدين 0 وبعدين 1. حد فاهم ليه؟ تاني 32 و16 48 و4 52 و1، عشان كده حطيت هنا صفر. هو ده الثنائي. يبقى انا لو حبيت اقول ال 53 بتتكتب ازاي في الثنائي؟ بتتكتب كده 1 1 0 1 0 1. خلاص صفر على الشمال بقى. ها ما بيتكتبش. ها ها صعبة ولا سهلة؟ هديكم مثال تاني. 88 صفر. ها بسرعة. 1 64 64 و32. لا لا ده هيكبر لي الدنيا، لأن هبقى 96 و96 أكبر من 88 يبقى صفر. ها 64 و16 80. يبقى لسه بقرب. ممتاز 80 وبعدين 8 0 0 0 صح كده صح؟ ما هو 80 وحطيت عليها 8 بقت 88، خلاص الباقي كله اصفر. في اشكاليه؟ مثال كمان. صفر. كله اصفار. واحد. كله اصفار وهنا في واحد. صح؟ 128. خدوا بالكم الارقام اللي انا بقولها دي مش بقولها كده يعني. 128 واحد والباقي اصفار. 192 عشري، معلش انا بكتب هنا ثنائي ده عشري. ها 192 واحدين والباقي اصفار. لا مش زيرو. زيرو ليه؟ زيرو ليه يا حميد؟ 128 اصغر من 192 يبقى خدها وخد عليها صح. 224 ثلاث وحدات والباقي اصفار. 240 اربع وحدات والباقي اصفار. معلش انا سريع شويه لكن انا هديكم تمرين واجب تكملوا يعني. خلاص كده في اشكاليه؟ طب 255 حد يعرف يحولها لي؟ صح محمد واخد الموضوع قبل كده فدماغه حاضره على طول. 255 ثمان وحدات. مش جميع الاحتمالات، لا دي اللي هي وحدات يعني. 255 لما تحب تكتبها بالشكل الثنائي ثمان وحدات. في اشكاليه كده؟ واضحه؟ طبعا انت ممكن تسال ليه خدنا 8 بت مش خدنا 7 او مش خدنا 10 بت؟ هتعرف بعد كده، لان دي انا هحاكمها بالاي بي ادرس، والاي بي ادرس اكبر رقم 255، فانا عايز بس القاعده اللي تحول لي بس الارقام داخل. ما تلخبطش نفسك، هنفهمها هنفهمها. في اشكاليه في التحويل من عشري الى ثنائي؟
طب تعالوا نشوف كده التحويل العكس. ايوه، من ثنائي العشر. ايه اللي هيحصل؟ من ثنائي مثلا، ادي عندك رقم اهو، 1 2 3 0 1، ده ثنائي رقم ايه؟ حوله كده. الاول اكتبه تحت المربعات دي. طب عشان تكتبه ابدا من اليسار ولا من اليمين؟ لو بدات من اليسار هحط 1 وبعدين 1 وبعدين 0 والباقي اعبيها اصفار، يبقى كبرت الرقم. يبقى ابدا من اليمين يا شيخ محمد، صح كده؟ يبقى 1 0، ها، 1 1 1 والباقي اصفار. طيب يساوي كام ده؟ بص، جمع الارقام اللي تحتها 1، لان دي قيم معتبره، اما القيم اللي تحتها 0 فهي قيم مهمله. يبقى 1 و4، 5 و8، 16 و4، 20، 29. خلاص كده. ها؟ صعبة ولا سهلة؟ يلا اهي، ادي 1 2 3 4 5، 1 2 3. 1 2 3 4 5، 1 2 3. يساوي كام؟ ميتين واربعين كده مثلا. طب لو خليتهم بدل 5 وحدات 6 وحدات، 1 2 3 4 5 6، بعدين صفرين، 248 مثلا. انا بحلها بسرعه. جمع 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 القيم اللي فوق الوحدات ديت، هتطلع 248 تطلع 248، وجمع القيم اللي فوق الوحدات ديت تطلع 240. انا بحل بسرعه بس. خلاص. طيب لو 1 2 3 4 5 6 7 0 254، صح. على فكرة دي 248 وديت 252، ماشي كده؟ ماشي؟ دي 48 دي 250، 4 وحدات هي اللي 240. ها، في إشكالية إلى الآن؟ طيب خليني بس، هي دي المقدمة اللي أنا عايز أقولها، بس أنا حريص على حاجة. حريص إن في بعض الأرقام تعرف القيمة الثنائية والعشرية بسرعة يعني. ها، مع الوقت هتعرفها، بس خليني أقولها لك بسرعة. القيم اللي هنحتاجها كتير كتير، صفر. صفر ثنائي هو 0 10، ما فيهوش أي مشكلة. طيب، واحد عشري هو 1 ثنائي، 128 عشري هي 1 والباقي أصفار. الباقي ده كام صفر يعني؟ 7، صح. 192 وحدين والباقي أصفار. 224 3 وحدات والباقي أصفار. 240 4 وحدات وأربع أصفار، صح، واللي هو الباقي أصفار. 248 5 وحدات وثلاث أصفار. 252 6 وحدات، خلاص دي من القيم. 255 كل وحدات، دي القيم المشهورة جدا اللي دايما 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 هنقعد نستخدمها، فحاول دايما يبقى عقلك حاضر بس فيها وإيه، تستحضرها على طول. طيب ممتاز، ندخل في الموضوع الرئيسي، الأي بي أدرس. ايه هو الاي بي ادرس؟ انا هقول تعريف وابدا اشرح التعريف ده. هقول تعريف وابدا اشرح التعريف. الاي بي ادرس، اسمع التعريف كويس وبعد كده هنبدا نفصصه بقى حته حته. الاي بي ادرس هو عنوان طوله 32 بت يعطى لكمبيوترات تي سي بي على اي بي والتجهيزات الاخرى على الشبكه، وهو يميز تلك الاجهزه بشكل فريد على الشبكه. تاني، هو عنوان طوله 32 بت يعطى للكمبيوترات، كمبيوترات تي سي بي على اي بي والتجهيزات الاخرى على الشبكه، وهو يميز تلك الاجهزه بشكل فريد على الشبكه. هو عنوان، يعني ايه عنوان؟ بص، مش كل واحد فينا
بصوا، احنا يمكن يعني حتى انتوا اللي قاعدين قصادي جنسيات مختلفه، صح؟ الاردن ومصر والسعوديه، صح كده؟ فانا عايز اقول حاجه، مش هتكلم على رقم البطاقه، انا هتكلم على رقم جواز السفر. ركز، هل رقم جواز السفر بتاع محمد زي بتاع محمد زي بتاع حميد؟ ليه طيب؟ ايوه، لان دول مختلفه؟ لا، لان رقم جواز السفر ده رقم دولي، عنوان بيسموه حتى الاي دي، يعني عنوان مميز. ما ينفعش واحد في الدنيا اثنين في الدنيا يبقى لهم نفس رقم جواز السفر. هو برضه الاي بي كده عنوان زي رقم جواز السفر. ما انا مش عايز اقول رقم زي رقم البطاقه، لان البطاقه رقم محلي اللي هو الماك ادرس بتاع جهاز الكمبيوتر بتاع كارت الشبكه، ده قصه تانيه. لكن انا بتكلم على رقم دولي، لان انت كمان شويه هنقول ان المفروض ان كل جهاز كمبيوتر يبقى ليها اي بي، هذا الاي بي لا يتكرر على مستوى الدنيا. اقول لك على مستوى الدنيا بس مؤقتا، يعني بعد كده هنعرف ان حصلت مشكله فاضطروا يكرروا. لكن عموما ايه هو الاي بي ادرس؟ عنوان. يعني ايه عنوان؟ يعني رقم، يعني اي دي بديه لكل جهاز كمبيوتر في الشبكه. ينفع في جهاز كمبيوتر في الشبكه يبقى ملوش عنوان او ملوش اي بي؟ يعني ما هو اي بي ادرس العنوان اي بي. ينفع اي جهاز كمبيوتر في الدنيا ما يبقاش ليه الرقم ده زي رقم جهاز السفر؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. طيب يبقى عرفنا يعني ايه حته عنوان. طوله 32 بت. يعني ايه 32 بت؟ يعني كام بايت؟ نقسم على 8 بقى يبقى 4، صح؟ 32 بت. يعني اذا حبيت كده نرسمه بالشكل ده، شوف عملنا زي صاحبنا هو اللي كنا بنلعب عليه من شويه. ده قسمها 8 خانات. لاحظ ان كل الكلام على الاي بي ادرس بشكل ثنائي، انا ما بتكلمش عشي خالص، لان الاي بي ادرس ده بيتعمل على الكمبيوتر، فاحنا عايزين نشوف الكمبيوتر بيفهمه ازاي. ها يبقى تاني، الاي بي ادرس هو عنوان، يبقى لازم كل جهاز كمبيوتر زي رقم جهاز السفر عنوان اي دي. لازم كل جهاز كمبيوتر في الشبكه يبقى ليه عنوان اي بي، لازم كل جهاز يبقى ليه اي بي ادرس. طوله كام العنوان ده؟ 32 بت. لو اتكلمنا بت خليه خانه، صح؟ و8 بت يبقى يدي بايت، يبقى هو حجمه كام بالبايت؟ 4 بايت او 32 بت يا سيدي، ما تزعلش. في اشكاليه؟ طيب طب ليه بديل الكمبيوترات؟ حتى يميزها بشكل فريد على الشبكه. مش انا عندي في جهاز كمبيوتر بيرسل داتا وجهاز كمبيوتر بيستقبل زي ما خدنا في الاو اس اي؟ طب ازاي اميز السورس من الديستنيشن، المرسل من المستقبل؟ ازاي اميز بينهم؟ ان كل واحد ليه رقم مميز، زي ما كنا بندي مثال بالراجل الشرطي اللي بيتكلم في اللاسلكي، من فهد الى خالد من فهد الى خالد، يقوم كل الناس محدش ينتبه الا مين؟ خالد. وخالد لما يبتدي يسمع يعرف ان مين اللي بيكلمه، لان ده ليه اسم وده ليه اسم، ده ليه اي بي ادرس وده ليه اي بي ادرس. فكل كمبيوتر بيبقى ليها اي بي ادرس. ليه؟ ليه بدي الكمبيوترات اي بي ادرس؟ حتى يميز الاجهزه بشكل فريد على الشبكه، خلاص؟ عشان اميز بين فلان وفلان، زي بالظبط رقم جواز السفر زي رقم البطاقه، بس احنا قلنا يعني هنا تحفظ على كلمة زي رقم البطاقة. يبقى تاني، الأي بي أدرس عنوان بديه لأجهزة الكمبيوتر. على فكرة في التعريف بيقول لك هذا العنوان اللي هو الأي بي أدرس اللي طوله 32 بت يعطى لكمبيوترات تي سي بي على أي بي والتجهيزات الأخرى. يعني إيه التجهيزات الأخرى؟ إحنا فهمنا العنوان أي بي أدرس ده عنوان حجمه 32، أجهزة الكمبيوتر بتاخده، كل جهاز كمبيوتر لازم ياخد أي بي عشان يميز الأجهزة بشكل فريد. لكن في حته في التعريف انا قلتها من شويه، ان هو يعطى للتجهيزات الاخرى. يعني ايه تجهيزات اخرى؟ لا لا مش ممكن ادي السويتش اي بي، بس الراوتر البورتات بتاعته ما بتشغلش لما تاخد اي بي ادرس. احيانا بشغل الطابعات بتاخد اي بي ادرس. ففي تجهيزات اخرى في الشبكه، مش بس اجهزه الكمبيوتر اللي بتاخد اي بي ادرس. انت عندك في البيت، لما كنا بنشرح الشبكات اللاسلكيه الاسبوع اللي فات، المودم، ها لو قريته في الكتاب اللي قلت لكم هاتوه ده، ازاي تدخل على المودم؟ تكتب الاي بي بتاع المودم، تدخل في اي صفحه انترنت كده تكتب 192.168.1.1 مثلا، صح؟ ده الاي بي بتاع الايه؟ المودم. يبقى مش بس اجهزه الكمبيوتر بتاخد اي بيات، لا،
الراوتر وممكن السويتش وحاجات كتيره والطابعه والمودم، كل حاجه النهارده بتاخد اي بي ادرس. يبقى موضوع ان الاي بي ادرس ليس قاصر على الكمبيوتر. طب ما تخلينا تدينا مثال، ايه الرسمه الغريبه اللي انت راسمها على السبوره دي؟ شويه عامله زي يكون قضبان حديد دي ولا سجن ده ولا ايه؟ ادينا مثال كده عشان نستوعب. يلا يا عم، بس خد بالك انا هكتب الاي بي ادرس بالعشر، خد بالك لازم دايما تاخد بالك انا بتكلم بالعشر ولا بالثنائي. 10 دوت 1 دوت 1 دوت 1 172 دوت 16 دوت 1 دوت 1 192 دوت 1 6 8 دوت 1 دوت 1. ادي امثله اهي، ده اي بي ادرس وده اي بي ادرس وده اي بي ادرس. ها كم رقم؟ اربع ارقام، كل رقم حجمه كام؟ لو اتكلمنا بالثنائي هيبقى حجمه 8 بت، ما هو 8 بت صح؟ تاني تاني، الاي بي ادرس ممكن اعبر عنه بطريقتين عشان افهمكم ايه قصه الثنائي. كل شويه خد بالك ده ثنائي خد بالك ده 10. الاي بي ادرس ممكن اعبر عنه او اكتبه بكم طريقه يا شباب؟ بطريقتين، يا اما بالطريقه الثنائيه يا اما بالطريقه العشري. اذا كتبت الاي بي زي ما انت شايف كده قصادك بالطريقه العشريه بنسميه ديسيمال، بنسميه كده دوتد ديسيمال نوتيشن، دوتد ديسيمال نوتيشن او التعبير عن الاي بي بالشكل العشري المفصول بالنقاط، مش ملاحظين النقاط ديت؟ دوت دوت، فبنسميه دوتد اي الارقام العشريه او التعبير او التمثيل عن الاي بي ادرس بالطريقه العشريه المفصوله بالنقاط. ها مثال اهو، اكتب الكلمه خليه دوتد ديسي موجود عندك، دوتد ديسيمال نوتيشن او التدوين العشري ذو النقاط. طب اذا كتبته بالثنائي في مشكله؟ حد يقدر يكتب لي ده بالثنائي؟ الاي بي ادرس ده حد يقدر يكتبه بالثنائي؟ يلا بسرعه كده اكتبه، معلش انا سريع على النوبه شويه. ده بالثنائي هتقولي مفيش فرق، لا ما احنا لسه قايلين من شويه عايز اكتبه لك بقى بالشكل التفصيلي. خد يا عم عشان ما تزعلش، 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا. ها انا كده كاتب الاي بي بالشكل ايه؟ ثنائي، وكده كاتبه بالشكل ايه؟ 10. يبقى تاني الاي بي ادرس ده عنوان، شوف انا بادئ من الصفر، انا بكلم ناس جايه من الغابه ما تعرفش حاجه عن الاي بي ادرس خالص اهو. ها يبقى الاي بي ادرس هو عنوان طوله 32 بت يعطى لكمبيوترات بي سي بي على اي بي والتجهيزات الاخرى حتى يميزها بشكل فريد على الشبكه. اديني مثال زي ما انت شايف الاي بي ادرس ممكن يتكتب بالعشري وممكن يتكتب بالثنائي. اذا كتبته بالعشري هو ده الشكل اللي انت شايفه ده، اذا كتبته بالثنائي هو ده الشكل اللي انت شايفه ده. ها يا رجاله واضحه كده؟ يبقى انا ممكن اكتب الاي بي بشكل ثنائي او بشكل عشري. بس في ملاحظه مهمه جدا، مش احنا قلنا ان الاي بي ادرس ده حجمه 32 بت بقسمهم ل 8 و8 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 وافصلهم بنقطه صح؟ ال 8 الاولانيين دول بكتب فيهم رقم. طب فرضا فرضا لو اصغر رقم ممكن احطه في الربع الاول، على فكره بنسميه الفيرست اوكتت، اوكتت يعني ثمانيه، فبنسميه كده الثمانيه الاولى، الثمانيه الثانية، الثمانية الثالثة، الثمانية الرابعة. ما هو أربع أرقام ثمانيات، ها بالثنائي أنا بتكلم بالثنائي دلوقتي. لو أنا عبيت الثمان خانات دول بأصغر احتمال يطلع كام؟ يعني لو عبيتهم صفر 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 يطلع قيمته كلها كام؟ صفر صح؟ كلها أصفار. طب لو عبيتها كلها وحايد يطلع كام؟ إذا الأي بي أدرس بالبلدي كده هو أربع أرقام مفصولين بنقطة. هرجع للعشر تاني بقى، الأرقام دي تتراوح من صفر ل 255. ينفع مثلا أنت بتتصل بواحد بعدين تقول له الأي بي أدرس بتاع الجهاز بتاعك كام؟ قال لك 310، قول له أنت حمار ما تخلوش كام؟ لا ما تقولوش أنت حمار يعني، بس اعرف إن هو ما بيفهمش.
ما تزعلش مني، ما هو الاي بي ادرس 4 ارقام، ينفع اي رقم منهم يبقى اكبر من 255؟ هو اللي قال لك 310، انت اصلا مش هتقدر تمسك نفسك من الضحك. ها؟ ليه؟ لان معروف ان الاي بي ادرس ها اعلى رقم من 255. ها؟ واضح كده ولا مش واضح؟ ممتاز. يبقى الاي بي ادرس عنوان طوله 32 هديه للكمبيوتر او لاي حاجه على الشبكه اخرى زي الراوترات او المودمات او ماشي، عشان اميزها عن بعض. الاي بي ادرس ممكن اكتبه بطريقتين، عشري وثنائي. اذا كتبته بالطريقه العشريه بنسميها دوت الديسيمال نوتيشن او التدوين العشري ذو النقاط، اذا كتبته بالطريقه الثنائيه بسميه دوت باينري نوتيشن او التدوين الثنائي ذو النقاط. الاستنتاج المهم اللي استنتجناه ان كل اوكتت، الاي بي كم اوكتت؟ 4 يا جدعان، جبت منين 8 دي؟ كريم ما شاء الله عليك. يبقى تاني الاي بي ادرس كم اوكتت؟ اللي هيغلط هتبقى فضيحته ايه؟ بجلاجل. خلاص كده؟ طيب يبقى دلوقتي انا بقول الاي بي ادرس كم اوكتت؟ 4 اوكتت. كم ثمانيه هو؟ كم بايت يا عم الزعل؟ كم بايت؟ 4 بايت. ها؟ لكن لو سالتك كم بت تقول 32. المهم ان كل اوكتت في قيمه، في رقم تتراوح من 0 الى 255. ممتاز. شوف احنا بادئين منين؟ مش من الصفر اهو، ده من تحت الصفر خالص. تاني الاي بي ادرس، يبقى بالشكل ده لو انا اديتك اي بي ادرس تعرف تكتبه ثنائي وعشري ولا ما تعرفش؟ تعرف؟ ها؟ كلنا نعرف؟ ممتاز. النقطة اللي بعد كده، يبقى أنا النهاردة قلت حاجتين، مقدمة قلنا على الأنظمة العددية وإزاي نحول بينها، تاني حاجة اتعرفنا على الأي بي أدرس شكله بس، تركيبته، وظيفته، تعريف، تعريف الأي بي أدرس. النقطة الثالثة هي أي أي بي أدرس في الدنيا، أي بي أدرس في الدنيا مكون من جزئين، جزء اللي يميز الشبكة وجزء اللي يميز الجهاز اللي داخل الشبكة. مش فاهم. كلنا رحنا عملنا عمرة في مكة صح؟ بلاش يا سيدي، رحت قبل كده فندق؟ اه رحت. طب ايه اللي حصل؟ اول ما رحت الفندق ادوني مفتاح ورقم، دايما ساعات كنت تلاقي كده رقم المفتاح كده وبعدين الميدالية بتاعته مكتوب عليها 510. يعني ايه 510 دي؟ يعني الدور الخامس الغرفة رقم. يبقى الرقم ده مكون من كام جزء؟ جزئين. جزء هيعبر عن الدور اللي فيه الغرفة، والجزء الثاني هو رقم الغرفة. صح؟ يعني لو كان 315 يبقى الدور الثالث، ها مش الدور 300 يعني، ها؟ لا ممكن يبقى الدور 300، لكن المهم ان هو الدور الثالث الغرفة كام؟ 9. 309، ركز. خلاص كده؟ طيب. كذلك الاي بي ادرس. الاي بي ادرس، الاي بي ادرس مكون من جزئين. هتقولي لا ده مكون من 4 اجزاء. لا لا لا، هو مكون من 4 اوكتت. انا بتكلم ان هو ال4 اوكتت دول هنخلي منهم جزء للشبكه وجزء للجهاز اللي هو عليه الاي بي. تاني بنسميها كده نتورك اي بي، ده الجزء الاولاني، والجزء الثاني هو الهوست اي دي. يبقى الاي بي ادرس مكون من كام جزء؟ جزئين. جزء اسم الشبكه اللي فيها الجهاز، والجزء الثاني رقم الجهاز داخل هذه الشبكه. فيها صعوبه كده؟ طيب الجزء ده ممكن يبقى اوكتت، يعني ممكن الاقي اي بي ادرس كده، مش احنا عارفين ان الاي بي ادرس 4 اوكتت، الاقي واحد هو رقم الشبكه والباقيين. ممكن اعمل كده، يعني ممكن اخلي واحد اول اوكتت اخليه ده رقم الشبكه، والثلاث ارقام اللي بعد كده هما رقم الجهاز. وممكن واحد يقول لك لا انا مش عاجبني كده، انا اخلي ايه؟ ها؟ 2 رقمين للشبكه ورقمين للجهاز. يجي واحد يقول لك لا انا هعمل ايه؟ هخلي 3 نتورك وواحد. دي بقى اللي بنسميها الكلاسز او الفئات، لسه هنروح لها دلوقتي. بس اللي انا عايزك تفهمه من الملحوظ النقطه رقم 3 في حصه النهارده، ان اي اي بي ادرس متكون من كام جزء؟ جزئين. جزء يمثل رقم الشبكه او رقم الشبكه يا اخي، والجزء الثاني هو
رقم الجهاز داخل هذه الشبكة. لا، اصل هي اوكتيف مش الاي بي، اربع ارقام. ممكن استخدم رقم، مش انت دلوقتي كنت لسه بتقول لي 510 رقم الدور رقم واحد، لكن رقم الغرفة كام رقم؟ ده جزئين ولا جزء واحد؟ هو رقمين بس هو جزء واحد، كذلك ده جزء واحد اهو بس ثلاث اوكتيتات صح؟ وده جزء وده جزء، بس الجزء هنا اثنين اوكتيت. فهمتها؟ ممتاز ممتاز. اللي انا عايز اطلع بيه من الحته دي الرسمه اللي جايه دي، خدوا بالكم انا مقسم الموضوع لنقاط كده، فايه ساعدوني. اول نقطه خدناها الانظمه والتحويل بينها، تاني نقطه خدناها تعريف الاي بي ادرس وطلعنا منه بملاحظات مهمه، ان الاي بي ادرس 32 بت، ان مش بس اجهزه الكمبيوتر اللي بتاخد اي بي، ان الاي بي ادرس ممكن اكتبه بالثنائي او بالعشري، ان الاي بي ادرس في العشري ما ينفعش الرقم يزيد عن 255. النقطة الثالثة اللي أنا بقولها دلوقتي إن أي بي أدرس مكون من كام جزء؟ جزئين، إيه؟ جزء للنتورك وجزء للهوست. بنسميه نتورك أي بي مميز الشبكة، وهوست أي بي مميز الجهاز أو المضيف اللي هو الجهاز يعني. خلاص؟ الملحوظة اللي أنا عايز أطلع بينها من هنا، هفترض دي شبكة، عايز أدي الشبكة دي اسم، ما إحنا قلنا في نتورك أي بي صح؟ انا هدي الشبكة دي اسم 10.0.0.0، هستخدم ده للنتورك والثلاثة دول لمين؟ للهوست. يبقى لو عندي جهاز كمبيوتر هنا يا حميدي، وجهاز هنا وجهاز هنا، تقدر تدولي اي بي ادرس؟ اه 10.1.1.1 صح؟ والجهاز التاني مثلا 10.2.2.2 10.3.3.3 مثلا، صح كده ولا مش صح؟ طيب لو انا جيت على جهاز كمبيوتر هنا وكتبت له 11.5.5.5 ينفع بالله عليك؟ ليه ما ينفعش؟ لان الرقم ده غير ده، ومعنى كده ان الجهاز ده في شبكه اخرى. يا سلام عليك، في شبكه ثانيه، يبقى اكيد 11 دي شبكه ثانيه. ادي اول ملحوظه، اذا حصل تغير في اسم الشبكه في مميز الشبكه يبقى انت خرجت بره، اما اذا حصل تغير في ارقام الاجهزه فانت لسه ما زلت داخل الشبكه. ها؟ واضح المثال ده ولا في اشكاليه؟ طيب ممتاز. انا ده كله باكد على ان الاي بي ادرس جزء منه اسم للشبكه وجزء اسم للجهاز داخل الشبكه. خلينا اديكم شويه امثله برضو الخبطكم كده. بص انا هديكم مثلا، خليها لما ناخد الكلاسز، خليها لما ناخد الكلاسز. نخش على الكلاسز. الفئات، فئات الاي بي ادرس. الحقيقه نظرا لاختلاف احجام الشبكات ونظرا لاختلاف الاحتياجات بين الناس عملنا الكلاس. ايه هي الكلاس؟ فئات الاي بي ادرس. الاي بي ادرس خمس فئات. ثاني، دي النقطه رقم كام النهارده؟ الرابعه صح كده. اول نقطه، شوف انا بحاول احفظك اهو، طالع من الحصه حافظ عارف احنا قلنا ايه. اول حاجه الانظمه والتحويل بينها، ثاني حاجه تعريف الاي بي ادرس، ثالث حاجة إن الأي بي أدرس بيتكون من جزئين، ودي أنا فصلتها لوحدها لأنها مهمة شوية وأنا عايزك تركز فيها. الحاجة الرابعة فئات الأي بي أدرس. إحنا زي ما أقول ممكن تلاقي مثلا شركة فيها 20 شبكة، في كل شبكة مثلا 500 جهاز. يبقى إذا أنا عايز عدد بسيط من الشبكات وفي كل شبكة عدد رهيب من الأجهزة صح؟ ممكن تلاقي شركة فيها 200 شبكة في كل شبكة خمس أجهزة. يبقى عايز عدد رهيب من الشبكات وعدد بسيط من الاجهزه. فانا عشان اقدر البي الاحتياجات المختلفه للناس عملت الفئات. عندي كام فئه؟ الكلاس A B C D E. معلش كده نعمل لهم جدول ملعبك شويه. انا طبعا ما بحبش اعمل الباوربوينت. ليه؟ الباوربوينت بتلاقي الكلام مكتوب قصادك، لكن انا بحاول نستنتج واحنا ماشيين سوا، احنا اللي بنعبي. ها؟ لكن الباوربوينت بيبقى جاهز، انا كان ممكن اعمل سلايدات واقعد اشاور كده وخلاص، لكن الجدول لما يبقى كده قدامك وانت بتقعد تعبيه بنفسك بيخليك ايه؟ يعني تحسها احسن. شفتوا الخط اللي جاي بالعرض ده؟ معرفش ليه. طيب الفئات، اولا انا ليه عملت، ليه نوعت الاي بي ادرس الى فئات؟ هتفهمهم دلوقتي يعني ايه فئات، بس اصلا ليه عملت حاجه اسمها فئات؟ علشان اخدم
على الشبكات مختلفة الأحجام. عندي كم فئة طيب؟ خمس. خلينا نتكلم على أول ثلاثة. اشمعنى ثلاثة يعني اللي هم A و B و C؟ لأن هم دول المستخدمين. أما الـ D والـ E فخليهم دلوقتي هنعرف بتوع إيه. على فكرة كلاس A معروفة كده. كلاس A هي دي اللي بتستخدم واحد نتورك والباقي. يبقى الـ IP ده كم جزء يا حميدي؟ جزئين. أوكتت هو الجزء بتاع النتورك أي دي، وثلاثة أوكتت هما الهوست اي دي، الجزء بتاع مميز المضيف او مميز الجهاز. لكن كلاس بي قال لك لا، نتورك نتورك هوست هوست. يبقى ده مكون من جزء ايه؟ اتنين اوكتت رقم الشبكه. مش ملاحظين حاجه؟ كوني استخدم واحد اوكتت ده يديني عدد بسيط من الشبكات، لكن لما استخدم ثلاثه اوكتت للاجهزه يديني عدد رهيب من الاجهزه داخل تلك الشبكه، صح؟ لكن لما استخدم اثنين نتورك واثنين هوست عدد الشبكات يزيد شويه، صح؟ لان الاحتمالات تزيد، تمام. طب لما استخدم ثلاثه نتورك وواحده هوست هتلاقي عدد الشبكات ايه؟ يزيد وعدد الاجهزه تقل، تمام. يبقى الفئات هم خمس فئات. خليني اروح لكم على سلايد كده، انتوا فهمتوا الحته دي؟ خلينا اديكم مثال. انا هاخد مثلا اي بي 10.0.0.0. ال 10 ده اي بي في كلاس A. طبعا انا عارف واحد هيقول لي ازاي اميز بين الاي بي ادرس ده في كلاس A ولا B ولا C. خليك زي الصقر او النسر. صقر او نسر لما يجي يصطاد الفريسه بتاعته يعمل ايه؟ يضربها في راسها، ينزل كده بمنقاره في الراس. دايما بقى خدها قاعده مني، اول ما تشوف اي بي ادرس يا حميدي اول حاجه تركز فيها هي الاوكتت الاولاني، الرقم الاولاني ده. خد بالك بقى انا هعلمك ازاي لما تشوف الاي بي تعرفه في اي فئه. فلما تعرفه في اي فئه هتبتدي تعرف الجزء ده نتورك، والجزء ده هتعرف اسم الشبكة وتعرف رقم الجهاز، صح؟ يبقى أول حاجة قاعدة امشي عليها ما حييت طول عمرك، أول ما تشوف أي أي بي أدرس بص على إيه؟ على أول رقم اللي هو الفيرست أوكت. إذا لقيت الرقم ده محصور من 0 ل 126 يبقى الأي بي ده كلاس إيه؟ هات واحد نسكافيه. يا باشمهندس محمد، عليكم السلام يا غالي، انا في المعهد، تعالى لي يلا. طيب توصل بالسلامة، في انتظار. سلام. ها تاني زي النسر الصقر، هتبتدي تصطاد الاي بي. اذا لقيت اول اوكتت محصور من 0 ل 126 على طول من غير تفكير تقول الاي بي ادرس في كلاس ايه. طب اذا لقيت اول رقم من 128 ل 191 على طول ده في كلاس بي. اذا لقيت الاي بي ادرس من 192 لغايه 223 يبقى ده كلاس سي. تاني حميد دلوقتي هيسالني ايه اللي انا هستفاده لما اعرف ان الاي بي ده في كلاس A ولا B ولا C؟ هتستفاد كتير، صح؟ مش انت عايز تقول كده؟ بص كده على الاي بي اول ما تشوفه. اول ما تبص على اي اي بي ادرس تبص على ايه؟ على اول رقم الفيرست اوكتيف. اذا لقيت الرقم ده واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة او عشرة او عشرين او ثلاثين او خمسين او ثمانين او مية او مية وعشرين او مية خمسة وعشرين او مية ستة وعشرين ده كلاس ايه. اذا لقيت الرقم 128 129 لغاية 191 كلاس بي. سي من 192 ل 213. طيب في اشكالية كده؟ طيب ممتاز. يبقى انا دلوقتي لو عندي اي بي 10.1.1.1 قول لي انت بقى ده كلاس ايه؟ ايه ولا بي ولا سي؟ ايه طبعا، لان انت عملت ايه؟ حميدي بقى اول ما بص اصطاده، بص على ده لقى محصور من 1 ل 126 يبقى ده كلاس ايه؟ طيب كمل بقى، في ايه اللي استفدته؟ فهمت على طول ان ده نتورك والثلاثه دول مش احنا. ارجع تاني كده، ارجع تاني للسلايد.
مسحتها انا صحيح. طيب خلاص مفيش مشكله، ما مسحتهاش يا راجل يا طيب. ايه لو انا كلاس ايه يبقى واحد نتورك والباقي هوست، لو انا كلاس بي يبقى اتنين نتورك والباقي هوست، صح كده؟ تعالى تاني نشوف السلايد اللي كانت معانا دي. انا دلوقتي لما كتبت لك كده 10 دوت 1 دوت 1 دوت 1، انت بقى عملت زي النصر ممتاز. بدات بمين؟ بدات بده، قلت لي الفيرست اوكتت محصور من 0 ل 126، اذا الاي بي ده في كلاس ايه؟ طب كمل بقى، طالما في كلاس ايه يبقى الشبكه 10 والجهاز 1 دوت 1 دوت 1. طب يلا ها باشمهندس محمد ابدا، ها 172 دوت 16 دوت 1 دوت 1، يلا يا باشمهندس. ها عرفت ازاي؟ اول ما ركز بص على الفيرست اوكتت لقاه فين؟ محصور من 128 ل 191، فعرف ان ده كلاس بي. طالما ده كلاس بي يبقى 2 و2 صح ولا لا؟ مش احنا قلنا كلاس بي 2 اوكتت للنتورك و2 صح ولا لا؟ اه، يبقى دي الشبكه دي اسمها ايه؟ اسمها 172.16 والجهاز 1.1. محمد ابو هنطش يلا، ها 192.168.1.1، ها ايوه عملت ايه؟ ممتاز كده، يبقى انت بتبص على اول رقم من 192 ل 223 يبقى ده كلاس سي. طالما كلاس سي يا محمد يبقى ايه؟ 3 ده النتورك والاخير ده الجهاز، يبقى دي الشبكه 192.168.1 وده الجهاز. اخليكم تفهموا اكتر، بصوا كده. قول لي كده يا محمد يا بنطش، دول اربع اي بي هات لاربع اجهزه، الاربع اجهزه دول في نفس الشبكه ولا في شبكات مختلفه؟ لحظه محمد. طيب ايه اللي عرفك؟ يعني محمد دلوقتي بيقول ايه؟ ان دول في شبكه مع بعض والاثنين اللي تحت في شبكه مع بعض، ايه اللي عرفك؟ اه ما تقوليش بقى الاكس. انا عملت زي الناس، اول ما شفت الاي بي هات ديت عملت ايه يا حميدي؟ يا باشمهندس محمد بصيت على فيرست اوكتيف، اول ما بصيت على فيرست اوكتيف عرفت ان ده كلاس ايه؟ كلاس ايه، ودول اه. طالما كلاس ايه يبقى ده النتورك، يبقى الجهاز ده اللي هو اللي هي الاي بي ده في النتورك اللي اسمها 10 وده في النتورك اللي اسمها، يبقى الجهازين دول مع بعض. لكن الجهاز ده في الشبكه 11 يبقى مع بعض، مع بعض نفس كلاس بس شبكه ثانيه. ممتاز، ده انت كده فهمت، يعني فهم عميق خالص، عندك حق. هما نفس الكلاس في نفس كلاس ايه بس في شبكات مختلفه، صح صح. طب مثال تاني، ده انا شكلكم بقى فاهمين فنختبر بقى الفهم خالص بقى. تسجيل مخلي السبوره بطيئه شويه. 172 اوعى تتسرع، اوعى تتسرع، اصل انت عليك الدور، فانا بقول لك اوعى تتسرع. يلا ها دول اربع اجهزه ليهم اربع اي بي هات. بص اتعود زي ما النصيحه اللي قلت لك عليها، ها فكر بس بصوت عالي. اللي في الشبكه لوحده تمام، اللي هو اخر جهاز ده في الشبكه لوحده والثلاثه دول مع بعض يعني في الشبكه واحده. طب عرفتها ازاي؟ ما فهمنا. طيب ممتاز، اول انت ما شفت الاي بي هات بصيت على الفيرست اوكتت لقيته 172، يعني ده محصور من 128 ل 191، اه ده بقى كلاس بي. وطالما كلاس بي، ها طالما كلاس بي يبقى الاثنين دول ايه؟ هم اسم الشبكه. يبقى لو اي رقم في الاثنين دول اتغير يبقى انت طلعت بره الشبكه. عشان كده ده اصل ممكن واحد يتخم 172 192 في نفس الشبكه، لا يا حبيبي ده انت في كلاس بي، فاي تغير في اي الرقمين يبقى انت بره الشبكه. وطبعا دي الاي بي هات اللي هي ايه؟ ارقام الاجهزه. اكمل كمان 192 يلا عشان يبقى بس عشان الحسد بس. 192.168.1.1
بلاش غش بلاش غش. حميد يلا مية اتنين وتسعين واحد ستة تمانية أربعة أربعة ده ستة تمانية نفسه. يا سلام عليك أحسنت. هو حميد عمل ايه؟ بص على الفيرست اوبت تلاقي 192 يبقى كلهم كلاس سي، طالما كلاس سي يبقى الثلاثه دول اسم الشبكه، طالما ده واحد وده اثنين اي تغير في الارقام الثلاثه انا طلعت بره الشبكه. ففعلا الاربع اي بيهات دول في نفس الكلاس كلاس سي لكن في شبكات مختلفه. ها يا رجاله واضح كده؟ ممتاز. يبقى دلوقتي انا عندي خمس فئات مختلفة. يبقى انا عندي كم فئة؟ خمس فئات. انا بشرح في الكلاسز اهو. طيب اللي هي رابع نقطة النهاردة. يبقى دلوقتي انا عندي الاي بي ادرس فئات. ليه عملت الفئات؟ عشان اخدم على الاحجام المختلفة. يعني مثلا لو لاحظتوا كده ان الاي بي اللي هو 10.1.1.1 مش ملاحظين يدي احتمالات كتيره جدا للاجهزه. يعني ممكن تخلي الجهاز مثلا تبدا ب 001 وبعدين 2 وبعدين 3 لغايه 255 وبعدين تبدا تخلي ده مثلا 0.1.0 وتغير ده لغايه 255 وبعدين تخلي ده 1 لغايه 255. لا ده غير كده كمان تخلي ده 1 مثلا وده 0 وده 1 وتغير، يبقى ليه احتمالات كتيره جدا. كم احتمال؟ حد يعرف يقول لي؟ في احصاء بقى واحتمالات. دول اصلا لو رجعتهم للشكل الثنائي يدوك كم اوكتت؟ ثلاثة. كل اوكتت خليني بس اقولها لكم كده بسرعه، هي 2 اس 8 ضرب 2 اس 8 ضرب 2 اس 8. جبتها منين انا؟ جبتها منين؟ مش دول 8 اوكتت؟ اوكتت اللي هو 8 خانات، كل خانة ليها كام احتمال؟ اثنين، يا زيرو يا واحد، صح كده؟ كل خانة من الثمانية أوكتت، لو أنت رجعت للشكل الأولاني خالص اللي أنا كنت راسمه، إن الأوكتت الواحد ثمان خانات كده، ها؟ فاكرينه؟ ها؟ كل أوكتت ثمان خانات، كل خانة ممكن أحط فيها يا زيرو يا 1 بس، يا صفر يا واحد، يبقى هما رقمين في ثمان خانات، رقمين في ثمان خانات، يطلع 2 أس 24 احتمال. عدد رهيب من الاجهزه صح؟ طب لو كان الاي بي ده في كلاس بي مثلا 172.16. طبعا هنا رقم للجهاز وهنا رقم، يبقى كام؟ 2 اس كام؟ 8 ضرب ضرب 2 اس 8 يطلع 2 اس 16. طب لو كلاس سي 2 اس 8 يبقى انا اقدر اكمل، انا نسيت النسكافيه، يبقى انا اقدر اكمل التيبل اللي كان عندي ولا ما اقدرش؟ خلينا كده نرجع للشكل ده، نعمل كده. كلاس A فيها كام شبكة وفيها كام جهاز؟ لا لا لا، كلاس A مش الرقم ده ممكن يتراوح من 0 ل 126؟ يبقى هم 126 شبكة. في كل شبكة كام جهاز؟ لا ما تعدش بقى، اللي هي 2 أس 24، على فكرة 2 أس 24 ناقص 2، هبقى أقول لكم بعدين ليه ناقص 2. 16 سبعة 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 اثنين واحد أربعة. شفت الرقم الكبير ده؟ كلاس A تديك 126 شبكة، في كل شبكة هذا العدد الرهيب من الأجهزة. أما كلاس B 65 5 3 5 3 4 معلش أنا أخطأ ومش مشكلة تعرف الأرقام يعني، لكن خليني أقول لك عدد الشبكات 16 16384. انا اقدر اثبت لكم الارقام دي لو حابين يعني. أنا أقدر أثبت لكم الأرقام ديت، هقول لك أنا هنتناقش فيها بعدين، هتيجي معانا إن شاء الله. أقدر أثبت لكم الأرقام دي، أنا بقول دلوقتي إن كلاس A
مش احنا اصلا احنا قلنا ليه عملنا الكلاسات؟ ليه عملنا الكلاسات يا جماعه؟ عشان نخدم على الشبكات مختلفه الاحجام، صح؟ ادي كلاس ايه، كلاس ايه بتديك عدد بسيط من الاجهزه، عدد رهيب من الشبكات، عدد بسيط من الشبكات، عدد رهيب من الاجهزه. لكن في حين ان كلاس سي بتديك عدد رهيب من الشبكات، عدد بسيط من الاجهزه، صح ولا لا؟ لو حابين اثبت لكم واحده مثلا، مثلا زي الرقم ده، منين جه عدد الشبكات؟ اصلا هنا، هنا في 2 اس 8 الخانه الثانيه دي. انا مش عايز بس نخش في دوامه، لكن ده نتورك، نتورك هوست، هوست ده 2 اس 8 احتمال، صح؟ اللي هي تديك 256. 2 اس 8 256، 2 في 2 ب 4، 2 في 4 8، ده انا كده ضربت 2 في نفسها 8 مرات تديك 256. طب وده في كام احتمال؟ اوعى تقول 2 اس 8. لا، ايوه صح كده يا باشمهندس محمد. من 100 128 لغايه 191، اطرح دول واجمعهم على 256 هتلاقي حاجه غريبه خالص، هو نفس الرقم ده عدد الشبكات. اضربه معلش. هو محمد جاي اليوم؟ جاي اهو في الطريق، كلمني جاي. في علم الله. خلاص؟ لو ضربت، لو ضربت معلش انا قلت جمعت، لو ضربت الرقم ده اللي هو الفرق بين 128 و191 في ال 256 هيطلع لك 16000 ده بالظبط. على العموم دلوقتي واضح وبشكل بسيط ان انا عملت ايه؟ ان انا قسمت الاي بي ادرس الى مجموعات بنسميها فئات، كلاسز. ليه عملت كده؟ علشان اقدر اخدم على الشبكات مختلفه الاحجام. على فكره بعد كده هنعرف ان ده الوضع باي ديفولت، لكن شغلانتنا احنا بقى نلعب فيه ونكسر فيه ونظبط ها؟ طيب وعرفنا ازاي نعرف اذا كان الاي بي، مش ملاحظين كمان ان في فرق هنا؟ يعني انا قلت ازاي تعرف كلاس ايه؟ من 0 ل 126 اول اوكتل، صح؟ وهنا من 128 ل 191، وهنا من 191 ل 223. مش ملاحظين هنا في 127 مفقوده؟ هتعرفوها في العملي بتاعت البنج، هتعرفوها في العملي ان شاء الله. طيب وهتلاحظوا كمان ان انا عندي اكبر رقم 255، لكن ليه انا واقف هنا عند 223؟ لسه في كلاس دي واي. الله، امال الكلاس دي واي دول بيستخدموا في ايه يا شباب؟ كلاس دي واي بيقول لك مخلينهم فور فيوتشر لاغراض او للمالتي كاست. ايه المالتي كاست؟ قلت لكم انا ايه المالتي كاست؟ احنا قلنا ان انواع الرسائل عندنا في الشبكات ثلاثة، رسالة من جهاز لجهاز يونيكاست، رسالة من جهاز لمجموعة من الاجهزة بس مش للكل مالتي كاست. فاين 19/3/1981. لا لا، مين اللي بيسأل؟ ماشي. خلاص كده؟ يبقى زي ما بقول ان خد الاي خد الاي بي ادرس بتاعي. ها طيب، زي ما بقول ان كلاس دي واي احنا وقفنا عند فين؟ عند المالتي كاست. يبقى يوني كاست رساله من واحد لواحد، مالتي كاست رساله من واحد لمجموعه، برودكاست رسالة من واحد للكل. احنا بقى مخلين المالتي كاست، العناوين بتاعة المالتي كاست تستخدم من كلاس دي. يعني انا لو عايز ابعت رسالة لمجموعة بس مش للكل، المجموعة دي اديها اي بي من كلاس دي. هتفهموها خالص لما نخش على الراوترات والراوتنج بروتوكول والكلام ده. تاني، انا دلوقتي عايز ارسل رسالة لخمسة من عشرة، الخمسة دول اديهم اي بي واحد، اسم الخمسه دول اسمهم كده، لان انا دلوقتي عايز ابعت رساله لخمسه. يا ترى هكتب الاي بي بتاع الاولاني ولا الثاني ولا الثالث عشان كديستنيشن يعني. انا دلوقتي عايز ابعت رساله لواحد، لما ابعتها يوني كاست ببقى عارفه بعينه من فهد الى خالد. لكن انا ممكن اقول من فهد، فهد ينادي المجموعه واحد، مجموعه واحد دي ممكن تبقى فلان وفلان وفلان، فهد ينادي الجميع، يبقى ده البرودكاست.
صح كده ولا ايه؟ فانا لما باجي استخدم المالتي كاست بستخدم له ايباد، وهنشوفها ان شاء الله، هندي امثله عليها خالص لما نروح على 224.0.0.5، وعندنا 9 وعندنا 10 اللي هي الراوتنج بروتوكول. ممتاز. تاني انا عايز انهي بس النقطه الاخيره دي. يبقى انا الاي بي ادرس قسمته الى 5 فئات، مستخدم منهم 3 فئات اي وبي وسي. ليه عملت كده؟ ليه قسمت الاي بي ادرس لمجموعات؟ الاي بيهات اللي بتبدا من 0 من 1 ل 126 دي كلاس عشان اخدم على الشبكات مختلفه الاحجام. طب ازاي افرق بين الكلاسات؟ خليني زي الصقره اصطاده. اول اوكتت اذا كان محصور من كذا لكذا يبقى كلاس ايه محصور من... طيب ممتاز. ايه الفرق يعني بين كلاس A وبي وسي؟ كلاس A واحد نتورك والباقي هوس، كلاس B اثنين نتورك والباقي هوس، كلاس C ثلاثة نتورك والباقي هوس. وعملنا الجدول اللي عرفنا بيه عدد الأجهزة في كل شبكة أو كل كلاس من الكلاسات. أنا هوقف على كده، مش هحاول أطول. ماشي؟ فهمتوا حاجة؟ فهمتوا حاجة صحيح ولا؟ طيب الحمد لله. اسال الله تبارك وتعالى ان يفهمكم ويعلمكم وسائر المسلمين انه ولي ذلك والقدر عليه. جزاكم الله خير.